بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لزيادة قدرة القناة على رفع مقاطع باليوتيوب، يعني زيادة المدة المسموحة في حال ما كان في على القناة موانع مثل الإنذارات وما شابه ذلك، بنروح للتحميل. أسفل التحميل بيعطينا هون إشارة أنه في إمكانية لرفع ما فوق 15 دقيقة. نضغط على زيادة الحد، رح يطلب مني هون إدخال رقم الهاتف. بقوم بإدخال الكود اللي تم إرساله عبر الرسالة النصية وأضغط تحقق. زي ما احنا شايفين هون انه تم منح القناة مباشرة خاصية الرفع ما فوق 15 دقيقة. لفت الانتباه كمان مرة بانه هاي الخاصية متاحة فقط للقنوات يلي ما عندها اشكاليات بوجود انذارات سابقة او اشكاليات مشاركة محتوى مسبق. فاللي عنده اشكالية الرفع ما فوق 15 دقيقة في يفحص مباشرة بالطريقة اللي تم شرحها. في حال وجود أي أسئلة برجاء مراسلتي مباشرة بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.